أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول بعض العصمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول العصمة لله، قل العصمة لكتاب الله. يمكن تقول العصمة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكتاب الله، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عصمه من التحريف والتبديل والتغيير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.